مرحبا أصدقائي، بهذا الفيديو بدنا نتعلم كيف ممكن نعمل فلترينج للداتا ونعملها ترتيب، يعني فرز وترتيب للداتا بناء على الأشياء اللي أنا بدي إياها. يعني أنا هون عندي شركة بتتعامل مع مجموعة وكلاء في كميات شحن تواريخ، شحن تكاليف، شحن تكلفة نهائية، تاريخ سداد إلى آخره من الكولومز الموجودة أمامي. طيب ممكن أجي على التكلفة النهائية، خلينا نحكي، وأجي أحكي له رتب لي إياها from largest to smallest. بصير ارتب لك اياها اذا بتشوف الارقام من 29000 وبتنزل الارقام ل 26 25 اند سو اون. طيب خلينا نعمل باك مشان كل خطوه نعملها باك نرجع للداتا الاصليه. برضه ممكن نيجي لتاريخ الشحن. تاريخ الشحن هون بحكي لك مثلا سورت مش من الاقل للاكبر، لا من الاولدست تو نيوست، لانه بتعامل مع تاريخ من الاقدم للاحدث، او سورت فروم نيوست تو اولدست من الاجدد ل الأقدم. شوف هون رتب لك إياها بالشكل الآتي. طيب نعمل برضو باك، أوكي. برضو باجي هون على الكمية، ممكن يرتب لي إياها من أكبر كمية تمام لأقل كمية، ممكن نعمل باك. ونيجي كمان على الوجهة، هون ممكن تعمل فلترينج لبلد معين، مثلا بدك تشوف تشيل سيلكت اول، بتختار مثلا بلد زي السعودية، بتحكي له أوكي. هاي بيطلع لك كل النشاطات التجارية مع السعودية والتكلفة النهائية. طيب خلينا نرجع نعمل باك للداتا. هلا في سورت متقدم تيجي على داتا من هون، اوكي، وبعدين بتعمل او بتكبس على كلمة سورت. هلا سورت هون كالآتي، بتيجي بدك تضيف مثلا سورت باي، بدي اللي هي الوجهة، وجهة البلد، اوكي، والاوردر فروم اي تو زد تمام. وسورت تاني بدي اضيفه اللي هو مثلا التكلفة النهائية، خلينا نحكي، والتكلفة النهائية بدك اياها من السمولست تو لارجست، او مثلا بدي اياها انا، لا خلينا نجرب من لارجست تو سمولست، من اكثر تكلفة لاقل تكلفة، وباجي بحكي له اوكي. شوف النتيجة اللي رتب لي اياها، رتب لي التكلفة النهائية زي ما احنا شايفين امامنا هون حسب البلد، يعني مثلا بالامارات هون عندك 22000، بعدين بتنزل عندك التكلفه ل 19 18، بعدين بنيجي على بلد اللي هو الثاني مثلا البحرين 23 24. اذا هون عمليه الفلترينج حسب البلد، حسب تو كولومز، البلد اوكي والتكلفه النهائيه، التكلفه النهائيه من اللارجست تو سمولست. هيك احنا وصلنا الى نهاية الفيديو. برضو راح يكون في عنا فيديو جديد متعلق بالداتا فيجواليزيشن.